بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جئنا تلبية لنداء الوطن كعادتنا كمغاربة مستقبلين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. احنا فرحانين بهذه الزيارة الميدانية التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عاملة خيرات تمارين، ونحن بدورنا كفعاليات وكمغاربة كعادتنا نستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبال يليق به. وهذه الزيارة نطلب من الله عز وجل أن تكون تكشف الغطاء عن هذه المدينة التي لطالما أكل الزهر عليها وشرب، والحمد لله لقد رأينا عدة تغييرات، والمدينة فهي في حاجة إلى مثل هذه التدشينات التي ترفع وتزيد من رقي المملكة المغربية. والسلام عليكم ورحمة الله. احنا جد مسرورين بهذه الزيارة هذه، وتكون فعل الخير إن شاء الله علينا وعلى باقي الساكنة أجمع. جد مسرورين بهذا اللقاء ديال صاحب الجلالة نصره الله، افتتاح وتدشين هذا الصرح، هذا الصرح المعماري. احنا جد مسرورين، وحنا كذلك كفاعلين جمعويين ولا كحرفيين مستعدين اننا نساهموا بتأطير تكوين لهذا الشباب هادو، وكذلك مستعدين اننا نكونهم على ارض الواقع ونساهموا في التكوين ديالهم من اجل تكوين حرفي عصري متكامل، وكذلك التنمية في والمساهمة في التنمية ديال هاد المدينة. ما تنساوش تابونا فلاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.